أهل النار، أهل النار عذابهم أليم، عذابهم أليم. والعذاب الذي يخشاهم كثير من ذلك. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. قال ابن عباس: أما وعزة الله ما قيدهم مخافة أن يعجزوه، ما بربطوهن عشان يقول ما يقوم جارين، لا، والذي نفسي بيده ما قيدهم مخافة أن يعجزوه ولكن أراد أن يذلهم. ولذلك تجد الحديث عن السرابيل وعن الأغلال: إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. وذلك كما قال ابن عباس: مع عظم خلق البشر وكثرة عدد أهل النار، بالرغم من أن أهل النار كثر والواحد منهم عظيم الخلقة، ويدخل النار، والنار كلما قال الله لها يوم نقول لجهنم هل امتلأت فتقول هل من مزيد، حتى يضع الجبار رجله على النار فينزوي بعضها على بعض تقول قط قط، أي كفاني، أي كفاني.